أفاد جيش الإسلام بأنه تمكن من إسقاط طائرتين لقوات النظام في ريف دمشق خلال الساعات القليلة الماضية. وأوضح الجيش عبر موقعه على الإنترنت أنه أسقط صباح اليوم طائرة من طراز ميك 29 قرب مطار السين، وأعلن مقتل طاقمها. كما أعلن الجيش إسقاط طائرة مروحية منتصف الليل باستخدام منظومة أوسا للدفاع الجوي التي يمتلكها. وفي المقابل لم تصدر أي تصريحات رسمية لقوات النظام حول سقوط الطائرتين. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من ريف دمشق مراسلنا منصور أبو الخير. منصور، ما هي المعلومات المتوفرة لديك حول الطائرة الحربية التي أعلن جيش الإسلام عن إسقاطها قرب مطار السين؟ نعم غنى، الأخبار لم تصلنا بشكل كامل حول هذه الطائرة التي أسقطت. طبعا هذه الطائرة أسقطت قبل قليل، يعني قبل قرابة نصف ساعة فقط، أثناء تحليقها من مطار السين استطاع الثوار هناك إسقاطها ومقتل طاقمها بشكل كامل طبعا نتيجة انفجارها. لم نستطع كما ذكرت أخذ تفاصيل كاملة من جيش الإسلام لأن الطائرة أسقطت قبل نصف ساعة فقط. أيضا الأمس الطائرة المروحية نعم، التي يعني بالنسبة أسقطت للطائرة كانت الأخرى التي تم إسقاطها بمنظومة الأوسا، يعني هل تكشفت مزيد من التفاصيل حول مصير طاقم الطائرة؟ نعم الطائرة المروحية التي أسقطت الأمس حسب مصادر من جيش الإسلام، حسب ما روى جيش الإسلام، أن العملية كانت عن طريق الرصد لهذه الطائرة. طبعا هذه الطائرة كانت تحلق منذ بدء الهجوم الذي يشنه النظام على جبهات ميدعو البحرية في الروط الشرقية. هذه الطائرة كانت تساند قوات النظام بقصفها بالبراميل المتفجرة على مدن وبلدات منطقة المرج في الروط الشرقية. طبعا بعد الرصد لها منذ عدة أيام استطاع الثوار عبر منظومة الأوستا التي يسيطر عليها جيش الإسلام في الروط الشرقية استطاع تدميرها بصاروخ موجه استهدف هذه الطائرة. طبعا حسب المقطع تبين أن الطائرة انفجرت بشكل كامل. جيش الإسلام حسب الرواية التي نشرها أن وحسب تواصلنا معه أن الطائرة انفجرت بشكل كامل وكل من فيها ماتوا في عداد الموتى. طبعا النظام أعلن أن هذه الطائرة لم تنفجر بل أعطبت و هبطت هبوط اضطراري في مطار الضمير العسكري. نعم، طبعا لم استطيع اعطاء صحة للخبر. طبعا كما ذكرت جيش الاسلام اكد انها انفجرت بشكل كامل وتحولت الى رماد، اما النظام يقول انها اعطبت وهبطت هبوط اضطراري في مطار الضمير يعني العسكري. لم تصدر أي تصريحات رسمية من قبل النظام حول سقوط الطائرتين. طبعا كما ذكرت الطائرة المروحية أعلن النظام أنها أعطبت أثناء نعم، جوله لها وبالنسبة في سماء. للطائرة الثانية التي أسقطت اليوم، أما بالنسبة لطائرة الميك كما ذكرت الطائرة يعني لم يمضي من الوقت إلا نصف ساعة على إعلان سقوطها، لم ترد أنباء كافية حول هذه العملية التي أسقطت بها الطائرة. أيضا النظام لم يعلن أي شيء حول هذه الطائرة التي أسقطت. نعم. طيب منصور، لو تضعنا في آخر تطورات المعارك على جبهة البحرية، وما مدى صحة المعلومات التي تحدثت عن سيطرة قوات النظام عليها؟ نعم بالنسبة للبحارية النظام لم يستطع إلى الآن السيطرة على بلدة البحارية كما يروج، بل الثوار يتصدون له بشكل مكثف. طبعا بالأمس السبت الماضي استطاع الثوار صد محاولة قوات النظام للتقدم باتجاه بلدة البحارية، استطاعوا قتل عدد من قوات النظام قرابة 8 عناصر. أيضا استطاعوا طبعا النظام مع المعارك الكير والفر استطاع السيطرة على عدة نقاط، استطاعوا يوم السبت باستعادة السيطرة على عدة نقاط، أهم هذه النقاط هي نقاط المداجن وكتلة المنازل في بلدة البحارية. استطاعوا أيضا إرجاع النظام إلى النقاط التي كان يسيطر عليها فيما قبل هذه المعارك. طبعا النظام يكثف عملياته على هذه الجبهات، يكثف أيضا نيرانه بشكل مكثف يعني بمساندة مدفعيات النظام والطيران الحربي كما ذكرت.
غارات جوية ومدفعية النظام لا تهدأ على هذه المناطق، مناطق المارج. أيضا يحاول شن هجوم مباغت من جبهات أخرى كجبهة استيراد دمشق حمص الدولي. طبعا الأمس بعد هذا الانفجار أو بعد هذه العملية التي جرت نتيجة إسقاط هذه المروحية، قام النظام بمحاولة التقدم على الجبهات البحرية وقصف مكثف على هذه الجبهة، بالإضافة لهجوم مباغت أيضا على جبهة استيراد حمص الدولي من ناحية مدينة دوما. نعم، لم يستطع التقدم أي بأي من هذين الاتجاهين، شكرا لك سواء منصور أبو إلى الخير مراسلنا من ريف دمشق.